أول ما شدني إليه أسلوبه في الشعر وطريقة إنشاده له. حينما قرأت له ديوانه أصداء النيل تصورت بأن شاعرا قد قدم إلينا من العصر العباسي، ولكنه ينطوي على ثقافة معاصرة ممتازة. وبعد ذلك اندلق الدكتور عبد الله الطيب أستاذا بارزا في عديد من الأكاديميات العربية وغيرها، وإنها لا مفارقة، هذا العربي النحرير يتزوج بفتاة بريطانية، وعبر هذه التشكيلة تشعر أن هذا الرجل الذي يهتم بالتفسير القرآني ودراسة أشعار العرب والاهتمام بالثقافة الأدبية المعاصرة يشكل لنا خلاصة اسمها عبد الله الطيب. أستاذنا أهلا وسهلا بك عبد الله الطيب، طيب الله أنفاسك، أهلا بك هنا رضيا للقول. عن هذا الاستقراض الفكري والأدبي، هل بالإمكان أن نؤطر له من خلال تجربتك الشخصية؟ فأنت قد ولدت في العشرينات الميلادية في قرية سودانية جميلة، وقت ذاك كان الصراع الثقافي كأنه قد بدأ بين صيغتين، الصيغة العربية التي كانت موجودة في المدارس والكتاتيب السودانية، والصيغة الإفرنجية التي أتت مع الاستعمار البريطاني إلى السودان. وما هو دور كلية جوردون هنا في تخريج الأجيال السودانية الجديدة؟ دورها دور نفس المدارس في البلاد العربية جميعا. ومن الأشياء التي كنت أمتعض منها كثيرا أن إخواننا العرب يظنون أننا كنا عبيدا للإنجليز، لم نكن كذلك، نحن حاربناهم وغلبنا بسلاح أقوى منا. أما كلية غردون فكانت مدرسة يدرس فيها الشيخ الجداوي والشيخ خلاف والشيخ شاكر والد محمود محمد شاكر، ومن بعد الشيخ عبد محمد هارون والد عبد السلام هارون. فلماذا ينسى الإنسان الناس هؤلاء؟ ومن سوريا عدد منهم الخطيب وأدى الخطيب وقليلات، وهذا العدد كله كان في كلية غردون. فكلية غردون كانت مدرسة تعلم نفس العلوم التي كانت تعلمها شبيهاتها في مصر وسوريا والبلاد العربية الأخرى، فقط كان اللغة التي تدرس فيها مع العربية اللغة الإنجليزية. كان السودان في ذلك الزمان محكوما حكما مشتركا بين مصر وبين بريطانيا، ومصر تذرع بها إلى دخول السودان، والسودان كان مستقلا. وهذه مسألة سياسية لا أريد أن أخوض فيها. والبلدة التي نشأت فيها كانت فيها علوم عربية قديمة، لأنها كانت مركزا لذلك. ومن قرأ كتاب بيركهارت اطلع فيه على أنها كانت بمنزلة جامعة بالنسبة لكل ذلك الإقليم في بلاد السودان. فلذلك أنا نشأت في جو مكان علمي فيه درس الفقه والشعر والقرآن، وكلية غردون كان فيها درس الفقه والشعر والقرآن أيضا، كما كان فيها درس اللغة الإنجليزية، وأنا أعتز بالانتماء إلى كلية غردون. أستاذنا الدكتور عبد الله الطيب، في ذلك الوقت وقد تفتقت الشاعرية، وجدنا أن الدكتور عبد الله الطيب يكتب على منوال الأقدمين في الوقت الذي كان زملاؤه يتراوح تعبيرهم الشعري بين الرومانطيقية والواقعية. لماذا أغرق الدكتور عبد الله الطيب في الدخول إلى صميم التعابير والتشبيهات القديمة حتى ظن القارئ له وكأنه يحاول أن يتشبه بأجداده العباسيين وأضرابهم؟ لا أتشبه، أنا أذكر دائما لإخواننا أني نشأت في بيئة هذه اللغة ليست غريبة فيها،
إنما غرابة اللغة دخلت الآن. كلمات مثل استراتيجية أم ما شابه من الكلمات اللي أخذت من الإفرنجية، كل هذه دخيلة الآن. اللغة التي نكتب بها أخذناها من القرآن ومن الشعر العربي، فإذا نفر الناس من هذا فالسلام على قوميتهم. هذا رأيي في الأمر، ولا يمكن أن تطعن في الشيء بأن تسميه قديمة. عندنا ناس كتبوا باللغة رصينة وجيدة ويكتبون بها إلى اليوم في بلدنا وفي غير بلدنا من البلاد العربية. الأستاذ الكبير أحمد شوقي، نحن قرأنا ديوانه ونحاول أن نأتي بديباجة مثل ديباجته، وهو لم يكن عباسيا قديما، ولم يكن من النوع الحديث الذي يكتب بأسلوب دون الصحافي كالذي أجده في أشعار شعراء لا أريد أن أسميهم لأني لا أريد أن أدخل في خلاف مع المعاصرين، ولكن الأسلوب المغسول لا يعجبني لأنه لا يعجب بيان العرب. دكتور عبد الله، أخذ عليك بعض النقاد السودانيين خاصة بأنك حينما كتبت ديوانك أو نظمت ديوانك أصداء النيل قد نأيت بمشاكل السودان وقضاياه، خصوصا وأنك في تلك الفترة، فترة الأربعينات والخمسينات، كان ينبغي لك أن تكون جزءا من الحركة الوطنية السودانية. أنا جزء من الحركة الوطنية السودانية، والذين قالوا هذا ظهر فساد رأيهم، لأن السودان ليس لا يكون بلدي، لا يكون رافع الرأس إن كان مجرد متبع للحركات التي في البلاد العربية الأخرى، لأن لا ينبغي أن نكون متبعين، ينبغي أن نفكر تفكيرا أصيلا. والذين زعموا أنهم نقادين لم نقرأ نقدهم، ولم يقرأه تلاميذي، ولم يقرأه مواطني، ولا يعرفون، والذي وقد يعرفون بالبلاد العربية، ولكن مع احترامي للبلاد العربية أنا أهتم بأن أعرف في بلدي، وأحسب أني حققت ذلك. إذن لماذا اتهموك بأنك قد ترفعت عن مشاكل السودان، وأحيانا في ديوانك أصداء النيل قد وجهت بعض الاتهامات لشعبك السوداني؟ أنا لا أدري من اتهمني بهذا، ولكني أعرف نفسي كلما زرت بلدة من بلاد السودان استقبلني الناس فيها بحب لا يخفى. وديوان أصداء النيل من محفوظ تلاميذي ومن محفوظ غيرهم، وهم يعلمون أنه يمثل عواطفهم، فمن لم يعجبه من غيري بني بلادي لا أستطيع أن أقول له يؤسفني ذلك، ومن ماطأهم على هذا فهو حر فيما يفعل. ولكني مقيم في السودان، لست خارجه، وأعلم ما أتحدث عنه. دكتور عبد الله الطيب، المرشد إلى أشعار العرب وصناعتها، هذا العمل الموسوعي يكاد يكون اليوم عنوانا بارزا في المكتبات العربية، ما هي الأسباب التي دعت الدكتور عبد الله الطيب إلى صناعة هذا الكتاب، خصوصا وأننا نعلم بأن العمل الموسوعي الذي حاول أن يجمع أشعار العرب ويدرسها كثير، وهذا الأمر موجود من العصر العباسي، أبو تمام مثلا وحماسته الشهيرة، وهذه الحماسة كأنها لا تتوقف حتى في عصرنا الحديث، فيكتب أو يختار الشاعر العراقي البارز محمد مهدي الجواهري حماسة أخرى، ويأتي أيضا الدكتور عبد الله الطيب ويصنع الحماسة الصغرى، لماذا؟ أنا صنعت الحماسة الصغرى لسبب سياسي بسيط. أنا مدرس وعملت في التدريس منذ آخر سنة 42، كنت في التمرين في التدريس، ومن أول 43 من التاريخ الميلادي إلى يومنا هذا لم أقف من التدريس ومن الوقوف أمام التلاميذ ومن شرح المسائل ومن الكتابة على اللوحة السوداء ومن تصحيح الأوراق إلى يومنا هذا، وأسأل الله القوة والتوفيق.
من أجل هذا بحسب تجربتي من وقت إلى آخر في المنصب وفي المكان الذي أدرس فيه أصنع لتلاميذي ما يناسبهم، فتوجد مني قصص للأطفال، وتوجد كتب مختارات للأطفال، وتوجد قصائد للأطفال، وتوجد مع ذلك كتب في التفسير باللغة الفصيحة وباللغة العامية، وتوجد مع ذلك اختيارات لطلبة المدارس. والحماس الصغرى لم أصنعه تقليدا لأبي تمام، وقلت ذلك في المقدمة، صنعته لأني نظرت في اختيارات المدارس فوجدت أن كتبا جيدة من الاختيار اختفت من المطاب، من المكتبات، من خزانات المدارس المحلية. أذكر منها على سبيل المثال، على سبيل المثال الحصر، كتاب أدبيات اللغة العربية الذي كان أخرجه الأساتذة الكبار حفني ناصف ومعهم من متقدمي الرعيل الأول من المصريين. أذكر من ذلك أيضا كتاب المنتخب في أدب العرب الذي كاد يختفي الآن. أذكر من ذلك كتاب مجاني الأدب، وكان من كتب الشامية اللبنانية. كل هذه الكتب اختفت، وهي كانت تعلم الناس الفصاحة، وحلت محلها كتب تعلم الناس الركاكة. فأنا أردت أن أخرج من هذا. أنا أذكر هذا جيدا، أذكر أن بعض الخطب السياسية العصرية الركيكة جدا جعلت تدرس في المدارس. ومع احترامنا للأشخاص الذين قالوها، لا تمثل نموذج الأدب العربي، نموذج الأدب العربي الجيد الذي ينبغي أن يتلقاه التلاميذ. لذلك عمدت بحكم عملي في التدريس فأنشأت هذا للمدارس. دكتور عبد الله، عن العلاقة الثقافية والاجتماعية بين مصر والسودان، نجد بأن هذه العلاقة لا شك متواشجة وقديمة، والقارئ للتاريخ المعاصر لابد وأن يتذكر رحلة رفاع رفع الطحطاوي إلى مصر، وحتى إلى السودان وحتى الفترة المتأخرة، ذلك أن العقاد حينما أصابه ما أصابه من مشكلة سياسية فإنه يفر إلى السودان، وقبل ذلك كان قد ذهب أيضا عديد من أساتذة اللغة العربية المصريين إلى السودان. هل بالإمكان أن نتحدث عن هذا الجانب؟ لا، هذا باب واسع لا يمكن أن نتحدث عنه، لأن تاريخ السودان يرجع، إن الذين يبحثون عن الأحفار والآثار والتاريخ القديم، إلى معاصرة الدولة المصرية القديمة جدا والسابقة للدولة القديمة جدا. فالعلاقات قديمة في التاريخ وممتدة إلى ما شاء الله في المستقبل، والتواشج قديم، والعقاد ما بعيد من السودان لأنه من أسوان، فكأنه من السودان. وأما رفاعة ليست رحلة، الرفاعة نفي إلى السودان، نعم، وهو عدها منفى، وهو قال: وما السودان فيه مقام مثلي، ولا ليلاي فيه ولا سعادي، بها نار السموم كأن فيها جحيم لظى فلا يطفيه وادي. والقصيدة طويلة وفيها وصف أنثروبولوجي كما يقال بلغة العصر العلمية، أو اجتماعي لبعض الأحوال في السودان، لطيف للغاية. مثل ماذا؟ ولا أستطيع أن أنشده كله ها هنا، ولكن يمكن أن يرجع إليه، فأنا لا أحفظ كل القصيدة وإنما أحفظ منها بعض الأجزاء. وقال: ولولا البعض من عربي لكانوا سوادا في سوادي في سوادي. فهو لم يكن مرتاحا للسودان، ولا راضيا عن نفسه ولا عن الآخرين كل الرضا، وكتب هذه القصيدة يتوسل بها إلى الخديوي آنذاك، فلم يقبل له وسيلة، فاضطر أن يتوسل إلى الحضرة النبوية من طريق القصائد المديحة النبوية، فخمس قصيدة للبرعي وهي معروفة: خلي الغرام لصب دمعه دمه،
حيران تجده الذكرى وتعدمه، فجاءه الفرج. فهذه قصة الطهطاوي لا تتصل حقا بصحة العلاقات الثقافية بين مصر والسودان، لأن الطهطاوي على عظمته كما قلت لك إنما أخرجه حساده وأعاده أحبابه. وماذا عن رحلة حافظ إبراهيم إلى السودان؟ حافظ إبراهيم جاء مع الجيش الذي كان يقوده كيتشنر، فهو كان من الجيش المناوي الفاتح الغازي للبلاد عندما كان في حكم البلاد الخليفة عبد الله التعايشي، وهذا باب لا نريد أن نخوض ولا أن نلجج فيه. دكتور عبد الله، يلاحظ المراقب الأدبي أن هناك رموزا أو أسماء شعرية وثقافية تكاد تغطي على كثير من المبدعين والمثقفين في السودان. دائما ما يقف القارئ أو الناقد عند أسماء محددة، هي مثلا الطيب صالح في الرواية والفيتوري في الشعر وصلاح أحمد إبراهيم، ألا ترى بأن هؤلاء قد أثروا تأثيرا سلبيا من خلال هذا الإعلام الأدبي على رؤية الخريطة الشعرية والثقافية الحقيقية في السودان؟ لا، لم يؤثروا. الطيب رجل محسن مبدع في الطريق الذي أخذه، وأعطى صورة حسنة لبعض الإقليم الذي عاش فيه، وتكلم بوضوح وبسلاسة، واستعمل في بعض الأشياء ألفاظ تدور في السودان. فالطيب له دور، وهو رجل يستطيع أن يعبر عن نفسه ببيان حسن. والفيتوري عاش في البلاد العربية المختلفة وزار السودان وأقام فيه مدة، وهو يعرفه وله مقدرة على الإيقاع وله أسلوب حسن، ونحن نفخر بالسمعة الحسنة التي صنعها لنا في خارج السودان. وصلاح من تلاميذي رحمة الله عليه، مات وهو صغير السن، وما زلنا ننتظر منه الوعد الكثير، وتمذهب ببعض المذاهب وخرج عنها، وأثر ذلك في كلامه وتأثر به قوم. هؤلاء يمثلون طرفا من القطعة الكبيرة، لا أقول من الثلج، الغارقة في بحر ثلج اعتبار العربية للسودان. الدكتور عبد الله الطيب السوداني الكلاسيكي في ثقافته، المتجذر في علوم اللغة والدين، يذهب إلى بريطانيا ويقترن بفتاة إنجليزية. هذا الزواج هذا قسمة فلا نستطيع أن نتحدث فيه، لأنه المغني السوداني يقول الريد قسم يا عيني، يعني المحبة تأتي بالقسمة، أنت لا تحب قسمة شيء مقسوم لك من الله. وأنا عشت في إنجلترا 5 سنوات، فلم أخلو من عاطفة ولم أخلو من رغبة في الزواج. ما هي ظروف هذا الزواج؟ ظروف أني لقيت امرأة فأحببتها وتزوجتها في جامعة لندن في كلية التربية، لأني أنا قلت لك أن ذهبنا للمزيد من التربية، يعني التدريس، لأني كنت مدرس، وأرسلنا أن نرى كيف يدرس الطلبة وكيف يمرن المدرسون، وكنا مدرسين متمرنين، ولذلك عددنا هذا ضياعا للزمن، مع ذلك استفدنا منه كثيرا. إذا ما مناسبة كتابة هذا الكتاب التماسة عزاء بين الشعراء؟ هذا كتاب كتب قريبا. نعم. والتماسة عزاء بين الشعراء أن الإنسان حس بضيق وظرف فرح وظرف قلق، فيثبت هذه الأشياء شعرا ونثرا، ويريد الكتابة مع التدريس صار لنا ذلك صنعة، وصاحب الصنعة يمارسها من حين إلى آخر، وإن لم يفعل فرت منه. فكتبت لأني رغبت أن أكتب، ولا أستطيع أن أتذكر لك الدافع على وجه الخصوص. في هذا الكتاب يشعر المرء بأن هناك مزيجا من الثقافتين، هناك كثير من الأبيات الشعرية العربية، وكأنك تقارن بينها وبين بعض الأبيات الشعرية الفرنجية.
هذا أدب، هذا ما يسمونه الأدب المقارن. هذا يسمون، وهذا طبيعي. أنا قرأت كثير في الأدب الإنجليزي وأرى بالسهولة المشابه بين النماذج، بعض النماذج العربية والإفرنجية، ودعاني هذا في مرحلة مبكرة إلى أن أعتقد بأن كثيرا من الشعر الإنجليزي أخذ من أصول عربية، ولم أجد أحدا من الناس كتب في ذلك. وآمل أن يهتم تلاميذنا في الجامعات وأساتذتنا في المستقبل بهذا الجانب، لأني لا أشك فيه، وقد تعرضت له تعرضا خفيفا في كتاب التماسة عزاء، وفي نافذة القطار تعرضت لأخذ بعض أدبائنا من الأدب الإفرنجي، ولكن ذلك قبل أن أهتم بالتنبؤ إلى أخذ الأدب الإفرنجي من الأدب العربي في مرحلة مبكرة، والأمثلة على ذلك كثيرة. فالتأثير والتأثر المتبادل هذا أمر لا شك فيه، ولكن أحيانا يوجد النقل وتوجد السرقة ويوجد التوليد، فهذا أمر لم يدرس. وقد تعرض طيب الذكر الدكتور غنيمي هلال لمسألة الموازنة والمقارنة، لكنه لم يتعرض لهذا في كتابه الأدب المقارن. أنا لم يتعرض لهذا، أنا لقيته ولم أتعرض لهذا. وهذا الكتاب كتب في بعد نافذة القطار، ونافذة القطار تعرض لبعض هذا. إذا نقف عند نافذة القطار، ألا ترى بأن هذا الكتاب كأنه يعبر عن مسألة الصراع الثقافي الذي كان يعانيه جيلك؟ في كتابي هذا نافذة القطار أنا أنظر من نافذة القطار وأتذكر حتى هذا الخاطر الآن لا يستطاع، لأنك الآن إذا ركبت القطار السريع لا ترى شيئا، وإذا ركبت الطائرة لا ترى شيئا، وتخرج من مكان إلى مكان آخر لتراه يشبهه في المفاتن والمفاسد وما يخيف وما يسر، هلم جرة. فنحن في موقف يحتاج منا إلى تأمل كثير وإلى نظر بعيد عميق. وكيف تنشر شعرك يا دكتور عبد الله؟ نعم، وكيف تنشر شعرك؟ ألقيه إلقاء، أما إذا نظمته ترنمت به. وكيف تلقيه؟ هل بالإمكان من اختيار مقطوعة؟ لا سمحت. أذكر لك من شعر أبي الطيب المتنبي: صاحب الناس قبلنا ذا الزمان، وعناهم من أمره ما عنانا، وتولوا بغصة كلهم منه، وإن سر بعضهم أحيانا، ربما تحسن الصنيع لياليه، ولكن تكدر الإحسان، وأرانا لم يرض فينا بريب الدهر، حتى أعانه من أعانا، كلما أنبت الزمان قناة، ركب المرء في القناة سنانا.